توفير تغطية أمنية فعالة لمرافقة المصطفين هو ما تسهر عليه مصالح أمن ولاية الجزائر من خلال الدوريات التي تجوب الشواطئ على مستوى العاصمة. هنا بشاطئ طماريس ببلدية عين طايا، مصالح الأمن تعاين مدى الالتزام بالتدابير المتخذة لمحاربة الحظائر الغير شرعية ومنع استغلال مساحات الشواطئ لكراء الطاولات والمظلات دون وجه حق. سجلت مصالح هنا حجز كميات كبيره من المظلات الشمسيه والكراسي البلاستيكيه من مختلف انواع والاحجام، وهذا ما لاقى استحسان لدى المواطنين، وهذه العمليه مستمره على كافه الشواطئ المرخصه على مستوى اقليم امن ولايه الجزائر، كما تدعو مصالح امن ولايه الجزائر كافه المواطنين للتبليغ عبر الارقام الخضراء 1548 ورقم 17 على كل ما من شانه المساس بالامن والسكنه العامه لضمان موسم الصيف بدون حوادث. دوريات المراقبة والتي تهدف أيضا لتوعية وتحسيس المواطنين للانخراط في مسعى مكافحة الظواهر السلبية استحسنها الوافدون على شاطئ طماريس، وهو ما ساهم في زرع الثقة والأمان في نفوس المواطنين. يعني الأجواء اليوم راهي لاباس الحمد لله، كما كل يوم عرفنا هاد لابلاج سيكيورتي كاينة، حتى العباد اللي كرونا باراسول وكاعيتيك عباد ما شاء الله وقاموا بينا. الحر هذا هايل وكل الناس كل وحولو، فيه الامن فيه الشرطه وكل الجمهور كامل ما تخافوش على البحر هذا. امكانيات ماديه وبشريه سخرتها مصالح امن ولايه الجزائر من اجل الوقوف عند متطلبات امن وسلامه المواطنين والعمل على تكريس البعد السياحي لموسم الاصطياف.